خصوصا في الظرفيه هذه اللي حنا كنمروا واحد المرحله صعيبه محليا، كنتمنى نخرجوا منها بسرعه ويجوا يساندونا بكثره. السبب لاي واحد فارق يعني غياب اللاعبين الاساسيين اللي مصابين، لان علاش يعني غياب عديد ديال اللاعبين بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، لان عندهم وزن ثقيل داخل الفريق. هذا يعني وتجربه ديال اللاعبين اللي ما كايناش ديال ابناء الفريق، لانهم علاش الاغلبيه ديال اللاعبين اللي لعبوا اليوم هما ابناء الفريق. كنتمنى اننا نخرجوا من هذه المرحله هذه ونرجعوا للسكه الصحيحه اللي معروفه على حسنة اكادير. ما بالنسبه للكاف فاحنا كنبغوا نعطوا جهدنا لا في الكاف لا في البطوله، لكن كاين بعض العياء اللي بقى عياء ديني واكثر يكون عياء بدني. وانا اول حاجه يعني لقب الهداف يعني ما يعني اي لاعب يديرها اوبجيكتيف ديالو، لكن كنجري مباراه بمباراه. كنتمنى الاهم ديالي هو ان الفريق ديالي هو اللي يستافد، ماشي كريم بركاوي اللي يستافد. الا سجل بركاوي الاهم هو ان الفريق حصل على 3 نقاط. الفضل كيرجع كامل للاعبين الزملاء ديالي. ظن بان هزيمه غير مستحقه، ان خصم مجرب لعبنا اليوم بنسبه كبيره لاعبين شبان اللي بينوا العلو الكعب ديالهم، استطاعوا انهم يحرجوا الفريق المستقبل امام لما في ميدان ديال الجماهير ديالو. كنا متقدمين في وقت من الاوقات، قرار تحكيمي اللي شويه اثر نفسيا على اللاعبين، ضرب جزاء خياليه شافها غير هو، ونفس الحكم تيرتكب نفس الاخطاء معنا للاسف. نتمنى انهم تاهم يكونوا مركزين اكثر، لان هادو نقاط تنضيعوا فيهم. العموم تنشكر الجماهير اللي تقت فينا وجات لهم من اكادير شجاعتنا. اكيد باننا غنحاولوا ان شاء الله نجمع اكبر عدد النقط الممكنه من النقاط ان شاء الله في المقابلات المقبله باش نرجعوا في لاكور محليا. لنا قاريا حنا غاديين مزيان الحمد لله، ولكن محليا مازال خصنا خدمه ومازال خصنا نربحوا نقاط اكثر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.